نظمت اللجنة المنظمة للصخر الغنائية التي ستشهدها العاصمة إنجمينا بتاريخ 2 و3 من شهر ديسمبر المقبل من قبل مجموعة ماجيك سيستم نظم مؤتمرا صحفيا بفندق ريديسون، حيث تطرق رئيس اللجنة جيغولتا أرما جاهزية اللجنة. تقرير حسن جدة. تستضيف العاصمة إنجمينا بتاريخ 2 و3 من ديسمبر المقبل سهرتين غنائيتين من قبل مجموعة ماجيك سيستم الغنائية التي ستهل ضيفة بالبلاد في 30 نوفمبر المقبل، وهي مجموعة ثقافية تتكون من 4 فنانين شباب من دولة ساحل العاج. بهذا الصدد جاء هذا المؤتمر الصحفي الذي استمر زهاء ساعة ونصف من قبل اللجنة المنظمة للحفل والتي يرأسها جيغولتا أرماند. وأثناء المؤتمر تطرق المؤتمرون إلى مجمل المواضيع المتعلقة باستضافة البلاد لهكذا سهرات في ظل عدم السيولة المالية التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة من ناحية، وتفاصيل هذه المجموعة وأسباب اختيارها للبلاد ضمن الدول 20 التي تهيئ فيها المجموعة الذكرى 20 لتأسيسها من ناحية أخرى. وفي رد عن سؤال وجه له حول مدى استفادة البلاد من هذه السهرة في الوقت الراهن، قال أرماند: أمم مصر سو 20 سنة سوا وقاعدين سوا. أنا نشوف هذا دا فكرة اليانتونا دا شغل على دي. دوزيام شوز النالغو دا لو فات كأمم من أفريقيا إندينا 50 و 4 دا أمم شوازير 20 من 20 أنا قاعدين فوق دا أمم زاتا ريكونيتر كدر تشاد إندا رول في أفريقيا دا شغل على إمبورتان. وتلاتة حاجة دا نوريغال شغل على ميشيل جروب ميشيل جيجي دا دور الديبونس كتير، لكن ألغاي نانتو لنادو كلو في كوستاد دا إن بارتي أنا ديبونس بس ما كل أنا ديبونس. هذا وأن المجموعة وبعض الأنشطة الثقافية التي تقوم بها في التاريخ المذكور أعلاه ستنظم أنشطة إنسانية متنوعة مع مؤسسة القلب الكبير التابعة لسيدة البلاد الأولى هندا ديبي إتنو. إذا بهذا التقرير نصل وإياكم إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية العربية التي قدمناها لكم من الفضائية التشادية من إنجمينا. تقبلوا تحيات فريق العمل، حتى ألقاكم، دمتم في أمان الله.